ماشي. كتاب المناقب. قال الإمام البخاري رحمه الله قال في كتاب مناقب وما زلنا مع باب علامات النبوة في الإسلام، قال حدثني سعيد بن جرحبيل قال حدثني ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت رضي الله عنهم، ثم انصرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله أنظر إلى حولي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنفسوا فيها. نعم، بس خلاص نقف عند هذا. وهذه مسألة عظيمة جدا، منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت. بعض العلماء قال صلى على أهل أحد يعني دعا له، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال أن يكون أن يؤخذ اللفظ على إيش؟ على ظاهره بأنه صلى، وهو أصلا صلى الشهداء لا صلاة عليهم. وهذا استدل به الحنفية أنه يجوز الصلاة على الشهيد. وصح الراجح أن نقول أولا إما أن يوجه بأنه صلى عليهم يعني دعا لهم، وهذا لا إشكال فيه، وأن الشهيد لا يصلى عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد جمعهم ونظر أكثرهم أخذا للقرآن ووضعهم في مكان واحد. وأما الصلاة عليهم فلم يصلي عليهم، أما صلاته عليهم وصلاته أيضا ما ورد أنه صلى على حمزة أكثر من 70 مرة، هذا كله لم يصح، لكن ورد في الصحيح أنه صلى على شهداء أحد. فإذا قلنا صلاة تكون صلاة خاصة على شهداء أحد لأنه كالمودع له، لأنه بعدها أن السلام قارب الموت بأبي هو وأمي، فكانت الصلاة على شهداء أحد كالمودع له خاصة به وخاصة بشهداء أحد وخاصة بشهداء أحد. هذا الراجح الصحيح عند التحقيق. وقوله إني فرطكم وأنا شهيد عليكم يعني أتقدمكم وأنا شهيد عليكم، إني والله أنظر إلى حوضي الآن. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو وصف بأنه زواياه متحدة ومربع زواياه متفقة، وأنه فسيح جدا كيزانه كعدد النجوم خلقة يعني لمعانا وبريقا وأيضا عددا ماء أحلى من اللبن أو أحلى من العسل وأبيض من اللبن ورائحته كالمسك. فهنا فيه النعيم المعنوي والنعيم الحسي، هنا فيه النعيم المعنوي والنعيم الحسي، فنعيم فوق نعيم، نعيم فوق نعيم، والنعيم الحسي والنعيم المعنوي. نعم. ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم نهر، هو نهر الكوثر. قال إني أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، هذه أيضا من النبوءة، كل دي من علامات نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضرب الكود قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وأيضا قال إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. تمسك بي من قالوا بأن الشرك لا يكون في هذه الأمة، قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصوفية يقولون بذلك سواء العالم منهم أو الجاهل منهم، يقولون لأن كلمت صاحب الحقيقة هذا في هذا الحديث، وبأنت له أن هذه المسألة أنا فهمها على غير وجهها. ماذا أفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وأما في قولي وإني ما أخاف على بعدي أن تشركوا، على المجموعة التي تكلم معها، على الصحابة الذين تكلم معهم في ذلك، وإلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر كما قال أبو هريرة، قال: وكفر من كفر من العرب ورجعوا لعبادة الأصنام. فإذا يكون الأمر هنا خاص بمن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بمن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤول بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن التحريش لم يعد التحريش، هذا أيضا لمجتمع الصحابة فقط، لمجتمع الصحابة. قال: لكن أخاف أن أنت نفسه فيها، يعني التنافس في الدنيا، والتنافس في الدنيا مذموم، التنافس في الدنيا معناه أنه سيتقاتلون عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حصر نهر دجلة عن جبل من ذهب، نعم، إذا ذهب عليه 100 لا ينجو إلا واحد، فيذهبون مع معرفة الهلكة، فيذهبون والجميع يقول أنا الذي أنجو، نعم. الفوائد المستنبطة كما قلنا تكون بعد الباب بأسره. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، نسأل الله جل في علا أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.